الطري والله هذا يا جماعه منقبينه بشاعر المنقيات والله تعبتونا من اليوم للمغرب اللي هالحين انتم والله اهل الظفر واهل الاستقبال الطيب وزران غطي الله يحييكم وانتم تستاهلون والله كل ما اخذنا احنا نجم شوي جانا نجم ثاني تستاهلون انتم اللي مفروض تطلعون على الشاشات وانتم الرياجيل اللي لا صار عندي ظروف ونويت اترك الحرس تتفصل نعم ايه وكنا في المنطقة الشرقية وقالوا لي جاي ادخل على اخوياي واطلع وها وها ماني بقنعال لا قنعال يا غيابات وايد ودريت اني رحت هالمرة رحت قلت خلنا اخذها بشحن بس يا ولد ما حد شوف شحن ان شاء الله شحن ايوه لو اني بعقلي هالحين ما رحت عاد صار اللي صار خلا يا ابن ادم وين تهرب عن المكتوب نعم خيره ان شاء الله المهم يطول العمر والسلامه ولاني اطلع وادخل على اخويانا واخويانا في بركس تركيب اي ما هو ثابت كذا على قواعد اي تشيل هالناقله وتنزله وفيها يحطين في المنطقه الشرقيه في التلفزيون وعندنا هريل يحطون فوق من اول يصفي التلفزيون عشان يجيب لنا البحرين يجيب لنا الامارات يجيب لنا الكويت اي يجيب لنا الخليج ايوه مضبوط خويا يتابعوا مسلسلات في حد الدول هذه والله ما ادري وانا كل متابعتي ها ولما طلعت عليهم على الدرج اهتز الستيشن اهتز البركس ايوه واهتز الاريل وشوش عليهم القناه وراحوا يعيدون الوزنيه من جديد يعرقوا مع السلم فوق اي المهم قال واحد ودت على عرض طالع نازل داخل قال واحد لا يترزز بمشي يوم قال ترزز طلع ينقف ودور البيوت اللي نادره الوقفات اللي قلت قالوا علامك يا بمشي بترزز لعلما انت من الوظيفه بجازي كسرت ببن البركسات بالكز ما طلعت وسرع ما انت بوازي وعطيتهم عند داخل القلب موجز من هاتف في القلب منها امتوازي انا شدني الجازي الممتلعوز ولا عاد انا جو في الوظيفه جازي لو كان ملقى غيرها لك مطرز الرزق عند اللي عليه اعتنازي والعبد لا منا على الله عنا السهل مطالب الله العبد عازي عامين وانا مشي مع الناس بدل وارجو من الله لي بصبري اجازي حسبي على اللي مزن يبلها ومز بالزر ضيع الديس ناشه غراز جسمه لي منه مش قام يهتد وصفه يكود بنت جهازي سلين دي بفوق جمسن مجهز توه جديد وكامل بل جهازي على غمر لانه وبالتجاوز ما قام ينظر مع متسانع القزاز سواك كل مزاد الفز مزاد هو يعطيه قازي يضحيه مش من ضواح المبرز بالعصر عقب محطة حراز وليا فرق واخر غبار تركز وشوف قدامه بيوت وخزاز اللي عشر قبل اثنين يهتز تنفز ويحط في الأرض الصلاب التوازي ملفاك ربع بلقسة قربهم حزب بيوتهم تفرش زلول الشرازي وبريتن ما قلقلوها على قزي وكبش تقدم للضيوفة العزازي وسلامتك والله ونعم والله سبحان المصح السالك ما عليك بزوج وتأخرت يوم من عاد قرب على طلاق الله يعني كل شوية قلنا أخوياي شوية كنت ما عاد أجلس مع أخوياي ما بس أحتري أحد يناديني ولا شيء بعضهم قام بعد يمزح علي أخوياي اللي يعزوا علي ويأمنون علي يروح من أقول عبدالله ما أشخص عبدالله قلت ها ولا ما هم ما هو بس يلعبون علي ترى فهمت الحاجة وقمت مين كان جاني واحد كان في خوش ولا الناس محكومه ب 15 و20 قلت ليش زعلانك؟ قلت ليش معجلك؟ يوم انت ما طلعت اليوم احنا يوم الربوع اخر الاحد تطلع ان شاء الله ولا السبت؟ الاحد قلت هو يومين هذه سنه عندي 20 سنه قال المهم قلت والله ماني بشايلها وش تطلع معي القافي؟ ايه كنت راك تفكر قلت والله ماني بشايل هم لا طلع يعني طالع ايه. الشعر لو ساعته في السجن ماني باغيها لكن انا خايف وخايف من الرجعه يا سناح والنفس ما اجت حصلت شواه مشاهيها قضيت نص العمر والنفس من دفعه يا سناح ما قد اخوفها وهدي قضيت نص العمر والنفس من دفعه يا سناح ما قد اخوفها وهديها تشليت لا جوع ولا شبع والنفس مثل الذلول الصعبة الوالعة وابليس يضرب مزامير بذانية الله, الله 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 ما بان غزلية يا ابو مشخص لا اله الا الله
ما تشوفوني تبرت شوي على الغزل. لا لا توك شباب انت وليت من الغزل القديمة يا ولد الشيباني ما يشيب حتى لوني. طيب يقول تدري وش اللي شفت من عقب هالموت؟ اشهد الله لا اله الا الله ان افترق ما قرأنا الرسالة. تدري وش اللي شفت من عقب هالموت؟ ان افترقنا ما قرأنا الرسالة. جاني تقول انه موجه بريموت مغرنا وهو راعي البقر. جاني تقول انه موجه بريموت مغرنا وهو وراعي البقرة هو يحتلل الصوت وانا احتلل الصوت دق الجرس وقف على اللي ببالي. هذه أثاث البيوت الصغيرات اللي أقول لك هذه ما تنهمني أنا. وش طيب يقول شو اسمها فهد؟ سلامتك عندي يتعادل. ايه قال سلامتك عندي يتعادل ملايين وشوفك يوخر ظلمة في طريقي. يعود موزن بين خضر البساتين العقل والزين والدين أشياء حقيقية وشعر حقيقي. سويتها مع قلبك يا ابو مش يا قلب هون قدم رايك يشكيك قدام اقدم فيك عند الاماره ولا جلس نشرح والله اوريك. اقول قلبي غادي اللي عيالك قالوا شو تشكيني ولا اللي مزديك معلم شرك مستوى وانت داره لولا والله ما بنادم يناديك وجسم بلا يا قلب يطرح خساره. قلت انت معنيني ولاني بغيك كم واحد بدك تسافر الدار الشرب تحب الناس ودريسه الارضيه شرب تحب الناس شربه الزقاره. قال من صالحك يا اخي بالمغاره لهيك حتى تسجع نزل وافتراض حقا علي اني على الحب ربيك حتى تجيب الكاس وقت اختبارك. قلت حبك غشامه ها وزريت انا فيك مثل الغشيم اللي يتجود بطاره هم عكس نسيت والله صدم ديك ولا وقف الشارع يفوت الاشعار. قال عز الله انك تاذ من عند وليك انا ما احب الا الفن وشطاره ما احب غير اللي جاك يرضيك منع من جسمه بسلم الحضاره. قلت يا قلب داو جعل ربي يهنيك مر الحضاره لا تنوش الخباره سم واحد اللي جيت ترميه يرميك وتجيني معود وتشكى الحراره. قال انا ما ادور مرزقي غير بتريك امشي وادور مرزقي تحت ناره رشفت من نوره يطابق على شكيك امسك يمين وابتدعني الساحه. الله الله.